وفكر دولة له أدنى أفافية وعي دردي أقوان درد أهل السنة أنا كفى إلي سنية أود دولة دينا كس عضاء قل بدنو أهل السنة لهايين بيلو ريجين عراق أهل السنة إسكالها ويلو ريجين يمن ويدينك أركي هاد حوثيين تبالو ريجين سوماري محو أهل سوريا إسكادة سوريا هو يستحفلوين بالي نصيريا لنا أصل كود الشيعوية يجنا أولادا حافظ الأسد أسد أسد كان المسلمين تواردوا الجمادي تشري الروش كلاحظ لي أيقون أصل كود الشيعوي النصيرية اللي هذا علويين نوال هذا صمارت مركب وهذا الكيسان قلنا وشيعة إسكوب بحذي أورولك مسلمين تقبصت مسلمين أهل السنة هنا الجمادي يواه مركب رنك كلا وفكر فافيو الدولة دي أي تاجر سنتو نقال لك رب تاجن تاع بينما أهل السنة دولة هذا أحيدة إن فكر كأهل السنة الدولة أهان أفافي سمجرت ثم ذكر يعني وحوي دولة قار كود بالي هذا لكن دبلوماسيا دولة السياسة إلى شتى مدة وحوجا دعوة السنة يرفع في سنة وحوجا بكتور تور تام ويان لكن وحوي سيدا السوق أو سي إيران هنا فكر كشيء هذا فافيسو دولة سنة السوق أو سي مجرته هنا فكر كالسنة فافيسو والدبلوماسيا سفارة هي دفافية ومحوها هي أي هيئات كدبلوماسية أشقيان ودولة أشقيس ومالو البحوق لجوك اليوم سيداسي دولد هو استاكتي ويرتا حقو قراني واهوري حقراني سيديتن ايو سيديتن ايو سيديتن سيديدي انتان نانشام عادة مقالة نيروبي ساج كنكوية على سكشن 7 فانيا بدي بالو يقال ادو قولو سومالي بابا كور كارسطو وقوريا كارسطو الله مستعان ساج كا وحا هين شري oday muxuu ahaay kenyaana joogay maalinka arbacada iyo maalinka jumcada bay ku hadrin jireen wadaadadu maalinka ay hadrinayaan waxa uu iimaan jiray safiirka Iran ee Nairobi fadhiya aniga Nairobi baan joognaa saaxiibka waxa ku tukan jiray markuu u yimaado hadradoodu fadhiisan قال أبو فريسن والسفير كي دنا إيران أوفدي مقارد نيروبي ما قنصل ما منا الملحق الثقافي ما والسفير كي دنا با إيمانه مساج صوفريسن ماشى غرقتين كي جيجا والله صوفريسن ودقيسن مركي حضرة ضد أي دمستان أو فريستان يحوجا شلي ما السين وكتجي ما هو بيسوق النقرة إذا حاجاتكو أركتين سفير عربي يا او مسجد درسي كصعود انتو سوفرست ددكا سنة فافين يا دعوة فافين هاي انتو وحير لا سوفرست وكد ابن تاقير او موجاقات وارد ما جرت حارون توين اي هادو مركز كالثقافي مقالة نيروبي لحد هادو كوي هال ايران اي لاد هاي وحي هوستك تا سفارة دي هوستك تا سفارة دي ايران بي هوستك تا حقيقة واي ميل والبمركة واحد قلين اي فكر كشيعي او دولد قرب تاقير سفارة دها قرب تاقير وواجبات كودي كميت arid dashbarka waarina qorsoon waa mid keentay inay wadamo fara badan oo horay aan fikirka shiicigu uga jirin inuu waayahan dambe si tartiib ah ku galo hadan Soomaalinahay qayb aan marka inay qayb ba inaga soo gaadhey dhowr sibo ay ugu soo galeen waxay ugu soo galeen waa dhawayd magaalada Muqdisho waxay ka furteen meel ay ku magacaabeen clinic ama xarun caafimaad waxyaalaha ay ku gabadaan gabad bay ka dhigteen kadib waxa bilaabeen dhalinyaradii weelal iyo gabdho inay ururiyaan oo shiiceeyaan marmarka qaar kood hay'ad samfal oo weelash iyo gabdhaha isu goorinaya kharashka laga bixinaya xaflado waxa loo sameeyay weelal iyo gabdhaha la isugu goorinaya magaalada Muqdisho ka dhacay wakiil markii dambe culimadu ka kaceen dawladdu ku baraarugtay xafiiskii maxameeshi la xiray xaruntii laga xiray laga saaray baaqan madhusatan dina akala waxay naga soo galeen dhalinyaro farabadan ayay kaxeeyeen Iran geeyeen jaamacada ku jira gabdha faarisiyada loo guurinaya intay jaamacadaha dhiganayaan bay la seexanayaan xaasas u ahanayaan wax la yiraahdo waxa jira muxuu ahaayay waxa jira la yiraahdo muta adad hal bil Iran soo joogis gabdha faarisiyada qurux badan baa lagu siin halka bil iskala seexo
هي حولها حاجة كجذو مركز صوب حيسنا وبالله توفق وحوجاتك وحوجاتك أتكو هالشي سير ومسكسي كده بنا ديار ده صورة وعقيدة ده متع علينا ويلش يرى إذا يرى دي مركز لجي لإيران شام هذا هو آذي قبل فارسي هذا مدة على شو هيان ولا صوش يعين يا كده بنا أيقو شيء عضي ونخاتير يأقوية هني السياسية لسوء لنايا سمارت danka kale waxa jira dhalinyaro badan oo dadku iska baahiyeen inta la qaaday boodhina loo sabeeyay inta badan dadka hawshaasi ee ku saamoobay waxa laga kaxeeyay kililka shanaad deegaanka Soomaalida Ethiopia laga kaxeeyay waxa la ii sheegay oo nin xoogagaal oo soo arkay ii sheegay Iraq dhexdeeda magaalada Baghdad qayb kamida inay xarun ku taalo wuxuu ugu yiri 20 dhalinyaro ah oo dowlad deegaanka xageeda laga keenay baa ku xareysan nin Soomaaliya masuulka oo halka ka yimid kharash baa lagu bixiyaa dhalinyarada waxba la baraya markii wax la soo baray kadib si qarsoodi ah la dooraya marka in deegaamada ay ka soo tageen lagu celiyo arintaas goortay koormay bilaabatay waxay bilaabatay markii ay Ethiopia مجلس الأعلى هذا كله هذا سرى كلها كلها رماد دينته سرى فضل الكامر كي قفصدين اللي ممكن ليده هذا أحباشته أحباشته وشيعه كدي بناء هجان كي أرماه دينته إثيوبيا أورن بيلو ريجن سومالي ذا مجال هذا تشكشجا مجلس كقوله دي متلي سي أيقون أحباش به شيعة هاي sidaas ay markaa waxay ku galeen inay dhalinyaro farabadan ay kaxeeyaan ragga matalawa la yaqaan waa hebel in hebel oo kulli la wada yaqaan waa mar qarsadaan oo idaacadeed meel qubay ka hadlaa telefishinada ayagoo karbala iyo meelaha wareega ayaad arki oo leh baartay waan soo shiicawnay oo hebel baan ahay oo Soomaali baan ahay media haybas soo dhigeenba halka way markaa dhalinyarada meesha laga qaaday meesha hadda lagu soo toobarayo waa sida si qarsoodi marka fikirku u socda oo Soomaalida u galaya tartiib tartiib markay koox awood leh noqdaan markay kadib ay doonayaan marka inay ismuujaan inta ka horaysa waa madhab hoos u socda laana shacabka Soomaali maadaama uu shacab sunni yahay way adag tahay marka ugu horaysa in la hor yimaado saxaabada caydoodii iyo Aisha caydeeda iyo way adag tahay Soomaa marka hore marka waa in loo gabado waa in dhaqaale la galiyo waa in dhalinyaro la kaxeeyo waa in la soo taatiiriyo waa in si tartiib tartiib ah loo galiyo ilaa ay koox xoog badan ka noqdaan warka maxaan u galiyaa tafaasiisha u galiyay darsigeenu la caawo inta uga dhigay waxaan uga dhigay waxaad ogaanaysaan halista in haysato dadna Soomaali afkar farabadan oo ummadan wax ka ilaalinayaba ay yar tahay oo dawlado iyo nidaam iyo muxuu ahay anndimadani ayna ama ku baraarusay ama dan kala ahayn ayaa ummada ku socda oo caqiidadeedii iyo fikirkeedii iyo diinteeda bedelay ragga hadda aan diin sheegay kililka shiicada kaga xidhmay markii horena muxuu ahay nimankaasi axbaashta ku taasuray intooda badan waxay ka soo jeedaan dariiqooyinkii ka soo jeedaan warag asalkoodii dariiqooyin ahaa dariiqooyinka suufiyada qaar ka mid ahaa kadibna ama hunguri u geeyay ama fikirka ku taasuray ayagii ba marka ka shaqeynaya oo hawsha wada macna marka in sida loo ogaado oo la ogaado caruuraha meelaha loo dirayo xagee la geeyay caruuraha loo dirayo jaamacada loo diray leeyahay xagee la geeyay dhaqdhaqaaqa iyo muxuu ahaay waxa socda laga warhayo ummada caqiideedeeda iyo diinteeda loo ilaaliyo waa arin laga marmaan ah inta aad ummada adduunyadeeda u ilaalinaysa waxaa ka muhiimsan inaad ummada caqiideedeeda iyo diinteeda u ilaaliso hadii shiica laga ilaalin waayo wadanka iyo dadka laga ilaalin waayo bari waxa soo bixi doona Soomaali xuthiyiin ah ya Soomaali bari waxa isu layn doonta sunno iyo shiica isu layn doonta ya wa fikran hada jirin wa fikran ummada ka dhex jirin laakiin arab waxa maanta haysto inay shiico iyo sunno maanta la isu baabiya berribu iman doona hadan Soomaalida laga gaarin fikirkan shiiciga oo laga hortagin inta hadda in haysataa inagu filan balaay kale hadda in soo gasho ka war ya hadda khawariji balaay wax wax qarxii wax wax dil wax raa inagu jira laakiin shiicada ay ku soo biirta ka war oo iictiqaadkooduba uu yahayba gaal inay dilaan uga muhiimsan tahay inay ahlus sunnah dilaan
أديك إني كدلان أهل السنة هبا أقوم قال أي دلان قال نما بعدم بقى سيدنا هوري وغصو شيخني أديك إني كدلان بقى كم مهم سن إني قال الله تعالى ما أما أي دلان فكر كاسي مركوا أمن القوم جودن كتابنا يا ما إني تاني وذا ده إسخلاف صنا وحوجا عن فكرة دي سيرين جري ما لكن وحو تابنا يا أمن جا ضدك يضلك يدين تتابنا يا وإن مركسي وذا شرع مضح شعب علماء عام لغو برارو سنادو او فكر كاشيعيغا امدا لغا وارديهيو نمن كان ليداه دو رافضدا اما شيعدا اهل بيتك ايغو معنى كلي كرميسين سي كلينا كرميسين شيعدا اصل هانبا فكر كان شيعدا ليداه باللوغي سي وحا بلاوي نمن زناتقاء او دين لا ويال او ني يهودي عبد الله لدي جيري ابن سبع ومنافق هايو إسلام نمدا انتو شب موجستي كلو مني كدبنا إنو إسلام كدوميو وإسوغو إسكو قرينا يو مسلم إسكادقا إسلام نمدا دوميو كتلق علي نين نوع عاسا سيسو مذهب كالشيعة بالله مسادير تشيعة اللفتو ده إن بدنو كاملا قرصان وندي دني عبد الله بن سبا إنو بالله فكر كالشيعة ني يهودي أصلي كيسو إيمان شكتي لكن كنت لقلي إنه إسلام كهوز كدومي قدها كدومي وحق قبات كدكتير مركا سيو إسلام كأدومي وقو قبضو آل بيت كمركا قبات كدكت حقوق دي آل بيت آل بيت كيبا الله دعي آل بيت كيبا حقو ده السعري آل بيت كيبا الراديو يا دعي أو بكر يا عمر يا عثمان يا دعي أهل بيتك حق لها نبي كمركو لنتي يقع دردار الله هاي حلك إسكالها حلكي بالاقة بوبي إحساس طرد حلك اللوسو حليو وإن أقر منه هلك هاسوك قلي مسلمين تقلبي قوة محاو كوين مسلمين تقلبي قوة وحا كوين أهل بيتك نبي يتحيل قوة صوما هلك هاسو مركا كقل وقبات كدكت مركا سوحو أبو ري حالا ليلة هذو أهل بيتك بالظلمان إيه يا حق هذا الراديو يا لقى الرادين يا صحابة أنتوا ذي كله صوما ذكر هل كان سامركم كأبوري نعيبك صحابة ندقال لك صحابة قال يسين تصحابة لأن وحويان البيت كي بعد عين بوتاجين هل كان سامرك الشيعة كأبورت الشيعة مرك الجبات كيدو أهل البيت أهل البيت يي أتقانا مرك أهل البيت الشيعة يي أتقانا أهل البيت كأننا سمعنا صورهن أهل البيت والنبي كقرابة ديسي يا رومي يوم حين صنل يحسسك سمعنا صورهن وقرآن كتوسة يا أيوة أيوة قانا أيوة أهل البيت وحيل هذان نبي كأهل البيت كيسو وفاضمة يا علي يا حسن يا حسين أنت أمرك تشوفان كذب أي كذب وحراء عيان حسين حسين بمركز سير راعيان حسين وحور علي حرور بدن حرور تيس وحي كلب حيان اللي راد علي علي بن حسين علي بن كلب حيان علي حرور بدن بور علي كدي وحي كلب حيان اللي راد محمد الباقر محمد الباقر حرور بدن بور علي كدي وحي كلب حيان اللي راد جعفر الصادق جعفر الصادق حرور بدن بور علي وحي كلب حيان اللي راد موسى الكاظم موسى الكاظم وحي كلب حيان علي الرضا محمد الجواد بيكلس بحياة علي الهادي حسن العسكري المهدي المنتظر بيتكلم بيتوبنات بهالك أو كوي ما نمر سلسلة أئمة الرومسيين اللي ده هذول اللي بيتوبن كإمام ساس يمر كوكو كيانا سمارد كان قدام بيا اللي ده المهدي المنتظر حسن العسكري جا قدام بيا أي لي يقول علي سقو يربع لواي قدبو علي قدكو قليبو كسو بيحي دونا آخر الزمان مركو صابحان أهل السنة اللين دونا وحال اسكو هيا حسن العسكر هو طويل مرد علي ميسا مرد علي هادو دليسي المو إلهي انت سو يرقد قلي إله ما انت كتشرا إلى آخر الزمان كسو بيحي دونا قدكي كو قرصون حقيق قدكا سكو يهلا أدوك هادا تاكا تاكا الله أرك حقيق كو قرصوية وماذا يقول هذا الشيعة فرق الدين تكون أبتر ستاش شيئاً وهو أحمق سيئاً فرقك قنع سن وكعقل يرمجره خرافات كالرمزيين مركا سلسلة داسي كوكينا أهل بيت هذا المغشوح عند الشيعة وسلسلة داسي مركا
سؤالش السويدين تلا واحد تامرك قالوا بيت كنبي قرابدي شيء محي علي كقدر تاب أنت كلو قد تجاب سؤال السويدين لما علي عرور بدن بورلا له محي حسن إيه حسين وقدر تين وأنت كلو قد تجاب صوما حسن إيه حسين هذي قدر تين فاطمة نشأ النبي قبر نساءه حسن إيه حسين محي كوك على فضيل يعني حسن بكوي ناي حسن بعد الله وضع فضل بالله لماذا حسين يوقعته حسن وقته يعني عرورتيس وحول علي حسين مرك اللوي ماجو حسين وحو جورسدي شن دمر وجورسدي عرورنا ويقول عليه شنتي أفر كم دي عرور تودي ويكيب هذه هل مدة أويل لشيء بيك قاتل هل كم تقنا هل كسوى إسلام فارسية أهيد ولكن يجري شهربانو شهربانو اما وحلي هذا شهربانويا اما بانويا وحاد لينك الذي يجري يزدجر الثالث بقرك فرس صدحات يزدجر اللي يجري ايا دلي غبر بقرتك سو جيده قيس بقرتويا كسو جيده ولا سو قفاشو مسلمين تمركي فرس فرتين وي قبسدين ددكي لا سو قفاشي بها كدي وحا غورسدي حسين با غورسدي حسين مركي غورسدي waxay u dhashay علي بن الحسين زين العابدين وانا سلسله ائمه ماشي ka bilaabaya waa waxa fahmi karta marka علي عرورتي سو kale dumarka kale dhan afar toban arab ay ahaayeen halkii haweenay farisiyada ahay wiilkay dhashay bay raaceen meesha waa meesha marka la leeyahay mas'aladu mas'alad diineed ma aha mas'aladu waa mas'ala unsuriye iyo farisiye waay wali goona nimankaas caa waxay ku ahaayeen inay carabta naciib yihiin carabti lana asal ahaan diintu muxuu asal waxa weyn carabta ka soo jeed Soomaa inay liida boqortooyadii furs ee islaamku burburiyay ee islaamiyay inay dib u soo celiyaan uqdadeeday qabeen taas waxay keentay marka inay Hussein xataa carruurtiisii iyo dumarkii ay dhaleen tay wada tuuraan ay soo qaataan haweenidii farisiyada haydi wiilkay dhashay halka ayay markaa ka raacaan waxa la yiraahdo aimada kadib ibn Hussein uu dhalay halka ay ka sii raacaan mas'aladaasi warka waa mas'alad tilmaamaysa yaani madhabkan shiiciga raafidiga maxay muxuu yahay marka halka la joogo la yiraahdo Cali Zayn al-Abidin halka waxa kaga leexanaya koox iyaga kamida oo nimankan Zaydiyada la yiraahdo yaa leexanayo shiicada kamida marka la joogo maxamed ibn baqir ama jaafar naqula ka guys jaafar sadiq marka laga tago dadku dhal ismaaciil iyo baxaysa marka imaga ismaaciil shiicada ama marka leexan doona oo muusal kaadim iyo ismaaciil bay ku kala leexan doonaan marka meel walba joogan ba way kala go'ayaan qolasi guys silsilada marka 12 ka imaama waxa iska le raafidada la yiraahdo 12 riyada oo hadda Iran hoggaamiso oo xuthiyiintu ka mid yihiin oo qoladan حزب الله أي كم يدين حواي لبنان أو كون العراق هذا هيست كم يدين كل الرافضة واحد ها أبتركوا ده هالكاسو كلامك أنت أمرك إنه قرنا كذب ما هي نجى قد وين نجدان أهل السنة نعم هي نجى قد وين وهي نجى قد وين وهي قبل هرتا إمدا نجو آل بيت كوحان أنق أن قرابة النبي قدن يحسس كي صوما أيجو أهل البيت وحيو يقانان قرابات النبي قار كمدين إلى صبحان أو كوان هذا الشيء نهي وحكوا للرميسيين كوا يقول الله صبحان إنه معصوميهين علي إيو حسن إيو حسين إيو أئمة وضع حتى كوا الضمبة إنه معصومين أهايون إنه خلدمين بل وحي الرميسيين إنه وحي أوي مادو وسيد النبي يدو كلاء وحي الرميسيين إمام نمضو إنه نصطح وإنه اجتهاد يدور شاء هينه وحي حق الرب كيمت او كل بنينك جوغ لو وحيونه يو امام لغا غدغيا وحي رميسين امام نمدو هي ان لرميه انو علي امام كني محمد كو خيغيه كدبنا سلسله دو سدا اي تاه امام نمدا نوعاسه اني كمي تاه تيررك اسلام تو ميمسن وهدا سا رميه ويد ان اد غالتا وانا تي مسلمين تو كو غاليسين صحابدي غير كو غاليسين انغه ما قبنا اركان تو اسلام كو ميسوا يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صومه أي واحد صلنا تيرك كم مهم سواحوي هنا أترم يسوع علي إن وها كي حلك لها مركو النبي قد صلى الله عليه وسلم كدي من السلسلة الضوضاء يقول أي سمية إني راعي هذا سأل رموية بقول قر هذا أشهاد توتو كتو قلبات ولي قاب أشهاد وصلاتكو هو جو قاب كبادو بعد مركا إمامادو أكتو دا وحي كميتا هاي ركن دي كميتا أركان الدين تا صمار أركان تا أقوم يمزن بي كميتا وحا كميتا مثلا أئمضا أي يوغو سمايين السلسلة دا وحي ليين غيب كي رميزين غيب كي أكسوني وحعرش يالا وحي إله أكتيس يالا وحوة كما قرصونا وحي رميزين يهين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قالوا يهين بحيكو قاليسين صحابة صحابة وحيكو قاليسين وحي ليين نبي مركو دنتي حلك علي بالها وعلاق بوبي ويا كبوبي أبو بكر يرقي عمر بامروق صدي وباشي كبوبي هذا حلك أبو بكر قالوا دين توي كبه ويردوا به صحابة النبي قمر كأكتر هذا قال يكيه وحكم ده بل إسكبر طافي إن أي صحابة النبي كعيان وأفلق الديان وإلهي أقول دوادان وحك الشيء قدي لعنت هذا وكان صور شيءنا تبت هذا كقرنته كارهان شيخين كأبو بكر وعمر إن عيان أفلق الديان كور ديان لعنت هذا لأنه وحي الرميسيين إن دين تكبه حين وقالوا به وكان soo sheegney silsilada imaamiyada ee ay iyagu sameysteen 12ka inay macsuumiin ahaayeen qayb kana ogaayeen waxyaalo far badan baynu marka ku kala duwanahay shiicada marka ku waaway ahlu bayt waxayna dalishanayaan marar far badan oo ay u dalishanayaan quraanka aayada ay macnahooda leexinayaan ee ahadiis kutubteena ku taala oo ay soo qaadanayaan laakiin macnaha ay leexinayaan arinta markay in la ogaado waxaan ugu dheeranay in la ogaaday u baahanta oo si fiican loo fahmo karahan wayahan halista ahlu sunnah haysta waxa ugu halisan fikirka shiicada waa hada wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam